صاحب القناة. هذه القناة تمت قرصنتها، لذلك من الآن فصاعدا كل المحتوى سيتحول إلى موسيقى ورقص شرقي. لا، أنا صاحب القناة، وهذا البرنامج هو برنامج رائع جدا لتحويل الصوت وتغييره كما تلاحظون. بإمكانك ربطه بأي تطبيق من التطبيقات التي تعمل عليها في الكمبيوتر. مثلا بالنسبة إلي هذا التطبيق الذي يسجل الشاشة وهو صفر كام، أتي إلى إعدادات الصوت ثم بعد ذلك أربطه بهذا. كذلك بإمكانك تحميله من الرابط في الأسفل دائما وتسطيبه والتسجيل باستخدام حساب جوجل أو أي حساب آخر. كل ذلك سهل، لذلك لا أتطرق إليه. المهم اسمه Voice Mode في حال ما إذا نسيت أن أحط الرابط في الأسفل. وكذلك من المحزن جدا أني انقطعت عن القناة كل هذه المدة ثم آتيكم بفيديو عن هذا البرنامج بدل من بلندر. على كل، بإمكانك أن تذهب إلى أي برنامج من البرامج التي تستخدمها، مثل مثلا كثير منكم يستخدم OBS، تذهب إلى OBS. أنا لا أستخدمه أبدا لأني عندي هذا الصفر كام وهو مجاني وجميل جدا. وكذلك الأمر الثاني أنها لا أستخدمه إلا في هذا، في البث المباشر، بما أن البث المباشر غير ممكن من الإنترنت التي أمتلكها فأنا لا أستخدمه أبدا. تذهب إلى إعدادات هنا وتذهب إلى الصوت أوديو، ثم بعد ذلك تذهب إلى هنا مايكروفون ديفايس، تحوله من الميكروفون الذي عندك أنت إلى هذا الشيء الذي اسمه Voice Mode، وهو نفس اسم البرنامج Voice Mode. وكذلك في أي تطبيق آخر يستخدم الصوت تذهب إلى إعدادات الصوت وتحولها إلى Voice Mode دائما. ثم بعد ذلك تجد كل هذه الأشياء الجميلة جدا. على كل، هناك هذه المدفوعة يمكنك أن تدفع مبالغ من المال لحصول عليها، أنا لا أفعل. وعندك هذه المجانية سأتطرق إليها سريعا. هناك إعدادات قاعدية بسيطة جدا وهي Hear Myself، أي تسمع نفسك، وهذا Voice Changer، أي الذي يغير الأصوات. إذا شغلت Voice Changer، أنا الآن أجرب المختلفة أصوات، مثلا هذا الآن تلاحظ أن صوتي تغير. Hear Myself، أنا الآن بإمكاني أن أسمع نفسي إذا ضغطت هنا. بإمكانك أن تختار هذا وهو عادي جدا، أو هذا. بإمكانك دائما التعديل عليها من هنا. نعم، أو تختار هذا مثلا، دائما تعدل عليها من هنا. لاحظون أني لا أحسن الكلام لأني مشغل هذه الهير ماي سيلف، وهذه الهير ماي سيلف بما أنها متخلفة بضعة أجزاء من الثانية فهي تربكني بكل صراحة. بإمكانك دائما تغير الأصوات من هنا. بإمكانك اختيار هذا الذي هو أشبه بصوت موسيقي، لا أدري، ربما هو حرام شرعا، لا أدري، لكن سأسمع لنفسي. بإمكانك أن تقول مثلا السلام عليكم. نعم، لا أستعمل أبدا. أو هذا، نعم سأمر عليها سريعا جدا. أو هذا، نعم، أو هذا، أو هذا، نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أو هذا، أنا من الأصوات التي تعجبني بعض الشيء. نعم، هذا كل ما أردت أن أقول عن هذا البرنامج. بإمكان استخدامه مع كل التطبيقات التي تستخدم الصوت. أظن أن هذا كل شيء فيديو قصير جدا. هذا كل شيء، بإمكانك تحميل البرامج والاستمتاع بهذه الأصوات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.